صباح الخير عليكم البنات، مرحبا بكم في مطبخ ام غاله. ان شاء الله تكونوا كاع بخير البنات. كما كتشوفوا البنات، اليوم غادي نحضروا مع بعض خبز التوست اللي طالي نديروا به لي ساندويتش، ولا نديروا به طالي باغ اكزوم شوكولا، ولا تختينوا باي حاجه. مليح للاطفال ومليح حتى لينا حنايا نديروها لي ساندويتشات ولا نتقهوه به. بالنسبه للمقادير البنات، هنايا عندنا 500 غرام تاع فارينا، عندي هنا ملعقة تأكل خميرة الخبز مع ملعقة تأكل سكر، عندي هنا الملح هنا عينكم ميزانكم، ولي تبغي دير بالملعقة دير ملعقة صغيرة تاع قهوة. عندي كاس اللي عودتكم به دائما، كاس تاع ما دافي. هنا اللي ما تبغيش بالكاس، هنا حوالي 200 غرام نتاع كاس ما دافي، وعندي 100 مليلتر نتاع الحليب دافي اللي هي نص كاس تاع حليب دافي، وعندي 30 غرام تاع زبدة طرية، حوالي ملعقة مطوبة نتاع أكل. والمول اللي غادي نستعملو فيه هذا تاع الكيك، هنا اللي دارت له دهنتها بالزبده وسوبو دريتها بلافارين، واللي تعرف باللي المول تاعها يلصق دير له البابي سيرفيليزي اللي هو ورق طهي باش تبعد على روحها كاع المشاكل. هنا نبداو التحضير على بركه الله. نقدبوا لا ريسيبيون تاعنا البنات. هنا قبل لا نبداو، هذا الخبز تاع التوست ناجح 100%، انا الموالفه نديرها في المنزل تاعي، ولكن ما فيش ما ندلكوش، ما فيه لا دلك لا والو، سريع التحضير وما يغبنكش. نبداو التحضير كما كتشوفوا، ان شاء الله تكون الصوره واضحه برك. هنا نديرو في لا ريسيبيون تاعنا 500 غرام دو فارين، هنا راني مغربلتها، نزيدو عليها ديك الخميره والسكر بهذه الطريقه، نزيدو الملح. الملح كما قلت لكم هنا عينكم ميزانكم، كل وحده وعلى حسب الذوق تاعها. نزيد الزبده 30 غرام، نخلطوا جميع المكونات مع بعض. نزيد الحليب تاعي اللي قلت لكم نص كاس تاع حليب، وعندي كاس نتاع الماء دافي، نبداو نخلطوا مع بعض بهذه الطريقه غير بالعقل. نخلطوا جميع المكونات مع بعض بهذه الطريقه، نزيدو نكملو الماء تاعنا اللي قلت لكم حوالي كاس تاع ماء ولا 200 مليلتر نتاع ماء دافي، ونخلطوا جميع المكونات. هنا البنات العجينه تاعنا ما تعجنش، نلموها برك حتى نجانسوا جميع المقادير مع بعض، وندخلوا الزبده مليح في لافارين تاعنا بهذه الطريقه حتى نتحصل على عجين شويه يتلصق نوعا ما. بهذه الطريقه العجين يجي شويه يتلصق، ولكن ما تخافوش كي تشوفوه يتلصق عادي، لانه هذه هي لاستيس تاعها. انا هنا البنات كما كتشوفوا لميت العجينه تاعي، هنا غادي ننظف يديا ونرجع لكم. كما كتشوفوا البنات، بعد ما مرت 20 دقيقه ولا 30 دقيقه، شوفوا العجينه تاعي هنايا كيفاش خمرت، تعرف الحجم تاعها. واش نديروا البنات؟ نحطوا العجينه تاعنا هنا في لو بلون دو طرافاي، نحكموا المول تاعنا نحطوا حدانا، نحطوا العجينه بهذه الطريقه كما كتشوفوا، نلفوها على بعضها البعض هكذا بسرعه، ان شاء الله يكون التصوير برك واضح كما كتشوفوا، ونحطوها في المول تاعنا ونسوها بيدينا مليح هنايا بهذه الطريقه، ونغطوها بابي اليمونتير، ونعاود نخلوها تخمر حتى يضعف الحجم تاعها، يوصل تخمار هنايا يزيد يخمر، وندخلوها تطيب في الفرن مع بعض. كما كتشوفوا البنات، هنا الخبز تاعي بعد ما خمر ضعف الحجم تاعه. واش نديروا البنات؟ هنا انا اللي شعل الكوشه هنا على درجه 200 درجه، خليها تسخن مليح، عندي جوج شعلتها تسخن. هنا البنات كما نعرفوا ديما الخبز تاع التوست عندهم دي مول سبيسيال، المول تاعها كيما هذا المول تاع الكيك، ولكن فيه غلق من الفوق هكا كي الحديده من الفوق، باش لا فورم تاع التوست تاعنا ما يخرجش كي يتفخ، ما يجيش عالي كيما الكيك، يجي مسطح. لكن انا ما عنديش هذا المول، انا درت غير المول تاع الكيك، وغادي ندير فكره من عندي. هذه الفكره كما كتشوفوا، هذه الحديده نتاع واحد المول عندي تاع لاباط بريزي، واحد المول نخدموا فيه دي بات بريزي، جاي شويه ثقيل. نتوما لما عندكم ديروا اي سنيوه تكون عندكم، تغلقوها هكا من الفوق باش ما تخليش الخبز تاعنا ينتفخ. انا البنات هنا غادي نديرها يطيب، ونتلاقاو من بعد باش نوري لكم الشكل النهائي في صحن التقديم.
كما كتشوفوا البنات خبز التوست تاعنا هنا راه واجد في صحن التقديم. بعد ما طاب خليته يبرد مليح البنات، ما تقطعوش هو سخون باسكو يغبنكم، خلوه يبرد مليح. هنا من الاحسن تبيته ليله كامله، ولكن خليته غير واحد الساعه ولا برد. قطعته لكم، شوفوا الشكل النهائي تاعها كيفاش خرج، ما شاء الله جا خفيف روعه وبنين. هنا تقدروا ديروه القهوه ولا تستعملوا به لي ساندويتش كيما تحبوا. ها هو الشكل تاعه كيفاش خرج، جا ما شاء الله، شوفوا كيفاش جا خفيف. ها هو شوفوا البنات، ان شاء الله تكون الصوره واضحه برك. ان شاء الله يا ربي تجربوه وتنشفوا فيه البنات. دوك ما بقى لي غير نقول لكم لي عجبت هالوصفه تاع نهار اليوم ما تنساش دير جيم فيديو، تضغط على زر الاشتراك ليصلكم كل ما هو جديد. البنات تهلاو في رواحكم، نتلاقاو ان شاء الله في وصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.